فرقة الـ 47 سول فرقة نشأت من عمان وانطلقت للشام والعالم، وقدرت الفرقة انها تبتكر نوع جديد من الموسيقى واللي هو شامب ستيب. نشأت فرقة الـ 47 سول في عمان بسنة 2013، وطلعت الفكرة بعد ما اجتمع الأعضاء الرئيسيين وعملوا حفلة وشافوا انه من الممكن الموضوع يتطور اكتر. هاي هاي كونت فرقة الـ 47 سول أول ما نشأت من رمزي سليمان اللي معروف بزي ذا بيبل، وحمزة أرناؤوط اللي معروف بالجهاز، ولا أسبيت وطارق أبو كويك المعروف بالفرعي. أعضاء الفرقة تعرفوا على بعض من خلال إعجابهم بأعمال بعض والتواصل على الإنترنت. الفرقة وأسلوبها ونوع موسيقتها الهدف منها دعم وحب فن بلاد الشام، فالفرقة بتعزف من أجل البهجة والحرية والمساواة للجميع، ومن هون بتيجي فكرة اسم الفرقة 47 سول واللي هي سنة 47 قبل التقسيم الحدودي للمنطقة. To all struggling people around the world, to all the people fighting for their freedom, for justice on this planet. من مميزات الفرقة انها بتدمج اكثر من نوع موسيقى في اغانيها، مثل الموسيقى الالكترونية والدبكة مع غناء شعبي والهيب هوب والريجي واللي هو نوع موسيقى اصبح الان معروف باسم الشامب ستيب. والفرقة بتغني باللغتين العربية والانجليزية. اللي ساعد 47 سول انها توصل لهذا النوع من الموسيقى هو تنوع اعضائها وتنوع خبراتهم الموسيقيه. فرمزي سليمان مثلا هو مغني وعازف كيبورد ومعروف باسم مشروعه الخاص زي ذا بيبل، وهو مشروع بوب انشاه قبل 6 سنين تقريبا، ومؤخرا في سنه 2019 نزل البوم جديد. أما حمزة أرناؤوط المعروف بالجهاز فهو عازف جيتار معروف بفرقة أوتستراد لحد 2013، لكنه غادر 47 سول مع بداية السنة. ولا أسبيت اللي من مهجري إجريث ومن المعروف بفنه الشعبي والثوري وخلفيته وحبه للدراما والمسرح اللي درسها وقام بتدريسها، وكان له محاولات كثيرة بغناء الراب والريجي ودمج الشعر والزجل مع فنه. والمعروف عن ولاء هو حبه للدبكة وكونه مؤسس حركة الدبكة، والدبكة أصبحت جزء كبير من هوية وأسلوب موسيقى فرقة الـ 47 سول اللي خلت الدبكة تنتشر أكثر جوا وبرا البلاد العربية. أما العضو الرابع فهو طارق أبو كويك المعروف باسم الفرعي اللي هو مشروعه الخاص. بيرضيك بيرضينا انت تغيرتي ليه؟ واضح قصدي على الخليج ارجي بي دب الكنون لطفي ادرس التاريخ حتى جملة في الصميم لانه عم نضيج. وطارق برضو معروف باعمال اخرى له، مثل انه كان عازف للدرامز مع يعقوب ابو غوش، وبرضو انه كان احد اهم اعضاء الفرقة المعروفة المربع. ما بتحكي بوجود أعضاء وموسيقيين متنوعين قدرت الفرقة تنزل أكثر من ألبوم لاقى إقبال ورد فعل قوي من المجتمع العربي والعالمي، بداية بالألبوم شامب ستيب اللي نزل بال 2015 وعرف العالم على نوع الموسيقى الخاص بالفرقة. وبألبوم وعد بالفور اللي نزل بال 2017 وبين الحس الثوري للفرقة. السنة هاي نزلت الفرقة ألبومها الجديد ساميات اللي تم تسجيله بلندن، وبيضم الألبوم عدد من المغنيين المعروفين مثل MC فيتزيلا ومغنيين الراب لو كي وشادية منصور
وسينابتك ومغني الهيب هوب تامر النفار. أحد أعضاء الفرقة طارق أبو كويك حب يوجه فيديو لمتابعين كارافان بلس ولمعجبين ومحبي فرقة 47 سول، وحب يحكي لنا أكثر عن ألبومهم الجديد ساميات. سلامات، أخوكم الفرعي من 47 هون. سمينا ألبومنا الجديد ساميات يعني رداً على أي اتهام بأنه أي شخص بدافع عن قضية الفلسطينية هو معادي للسامية. هذا حكي مش صحيح، وبرضو عشان نعمق فهمنا لتاريخنا وإحنا مين، عشان يستمر نضالنا للقضية الفلسطينية بصورة متعمقة أكثر، والأجيال اللي تيجي تكون واعية أكثر، بدل ما نضل نعيد نفس الشعارات.